كلام الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين المتقين <applause> غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لأواب حفير <applause> <applause> من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام من ذلك يوم الـ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أول ما بكى جزاك الله خير على هذا الخشوع على راحتك من خشي الرحمن نز... لا <applause> لا ولا يهمك من خشي الرحمن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها

وكم أهلكناهم منكم كم أهلكنا قبلهم من قرن أنا عارف ما يشغلك فأنت معذور خذ راحتك خالص لحد ما تحس إنك أنت انتهيت أو اكتفيت قل صدق الله العظيم لا لا يعني اقرأ حتى تشبعنا وتنتهي بما عندك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقه فنقهوا في البلاد هَلْ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يا سلام الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لبو صدق <applause> الله العظيم